أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيات المستمرة من قناة الأيام لآخر تطورات عملية طوفان الأقصى وآخرها قمة القاهرة التي جاءت بحسب مراقبين لم تكن بمستوى الألم الصادر من غزة، حيث مشاهد الدمار والنار. فحجم الكلمة الصادرة في القمة كما وصفوها بأنها جاءت دون مستوى بشاعة الاحتلال وماكنة حصاد الأرواح. إدانة يتيمة تسبح في فضاء عائم دون وضع النقاط على حروف الأزمة الحقيقية التي تفرض نفسها، بين قوسين احتلال صهيوني مغتصب للأرض ومساعي تهجير لسكان الأرض ودعم غربي منقطع النظير، وهي تتوغل في معاناة شعب الزيتون، مستثنى من ذلك بحسب مراقبين موقف العراق الذي كان صوته بحجم المعركة. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه التطورات مشاهدينا، دعونا نرحب بضيوفنا الكرام. المحلل السياسي الأستاذ رشيد الموسوي ينضم لنا مباشرة من بغداد، أهلا بكم السيد رشيد. وكذلك الترحيب بالخبير بالعلاقات الدولية السيد حسين أديك ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من فلسطين، أهلا بكم سيد حسين. وأبدأ معك أستاذ رشيد، كيف وجدتم أو قيمتم مدى أهمية هذه القمة التي عقدت في القاهرة، مدى تأثيرها بالصراع الدائر في غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمتابعي قناة الأيام، وهي تواكب الأحداث والتطورات الحاصلة على الساحة العربية والإسلامية، وبالخصوص القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية، قضية فلسطين والمقدسات. كما يعلم الجميع، ولا بد من أن نبعث التحية للمجاهدين الأبطال الثابتين في الثغور في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي طول كرم والخليل ونابلس والضفة الغربية وفي كل محاور المواجهة مع هذا الكيان المغتصب. طبعا بعد عملية اكتوبر الشجاعة والبطلة والموفقة، والتي أعادت حقيقة حسابات هذا الكيان المغتصب وحققت ما لم تحققه سابقا على طول 75 عام. ما حققته كان مفاجئة لكل القوى السياسية والقوى الرسمية وغير الرسمية الإعلامية، في كل الجوانب. لم يكن من المتوقع أن تكون هكذا عملية جريئة وشجاعة وتحقق أهداف في فترة قصيرة عجزت عن تحقيقها طيلة هذه الفترة الطويلة. طبعا بعد هذه العملية لابد للكيان الصهيوني وهو البادئ في العدوان، العملية هي جاءت بناء على تحذير مسبق من كل القوى الإسلامية والقوى الفلسطينية بأن المقدسات والقدس هو خط أحمر، والتجاوز عليه هو خط أحمر، وهم بدأوا بتدنيس القدس الشريف والمسجد الأقصى لعدة مرات، واقتحموا المسجد الأقصى عدة مرات ونالوا بالضبط. فجاءت هذه العملية هي ليست كبداية وإنما كانت ردة فعل بناء على التحذيرات بالمقابل السابقة. سيد رشيد، أيضا جاء رد فعل الكيان الصهيوني الذي يقال أنه كان مبيت له منذ فترة طويلة بوجود مخططات خارطة الطريق وشرق أوسط جديد وغيرها، لكن هذا الإيغال بالدماء الفلسطينية قابل اليوم قمة عربية كان معول عليها أن تكون فعلا بحجم هذا التحدي. فعلا كانت هذه القمة وهذا الحضور العربي مكافئ لحجم المعاناة والدماء الفلسطينية، تمخض الجبل أو تجش الجبل فولد فأرا. نعم، طبعا كنا نتوقع، وكما تعلمون جيدا ويعلم المشاهد والمستمع، بأن هنالك ردود فعل شعبية غاضبة في مختلف الدول العربية والإسلامية، وكان لم يكن أيضا في بعض الدول لم يكن بالمستوى المتوقع. نعم، في العراق، في اليمن، في الجزائر، في تونس، في الأردن، في أيضا في فلسطين نفسها، في بعض أيضا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تركيا، في أندونيسيا. نعم، كان رد الفعل وكانت المظاهرات غاضبة ورسائل قوية، ولكن أيضا في دول أخرى كانت خجولة، ويفترض أن تكون أيضا بمستوى القوة.
الموقف الشعبي واضح بأنه رافض لهذا الاحتداء ورافض لهذا الاغتصاب للحق الفلسطيني وتدنيس المقدسات. فكنا نتوقع أن تكون هذه القمة التي انعقدت اليوم في مصر أن تكون بمستوى التحدي ومستوى المسؤولية ومستوى الخطورة التي تتعرض لها الأمة العربية والإسلامية. نعم هناك مواقف شجاعة وجريئة من بعض الدول وخاصة العراق، لكن على العموم هي كانت قمة واقفة ومؤيدة للحق الفلسطيني، رافضة الاغتصاب، رافضة سفك الدماء والقتل الأبرياء، لكنها لم تكن بمستوى الطموح المتوقع في ظل هذه الفترة الصعبة وفي ظل هذا الظرف الذي أوغل فيه الأعداء بدماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني. طيب أرجع لك الموقف. نعم. العراق وكلمة العراق. أرحب بكم سيد حسين الديك الخبير بالعلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، أهلا بك مرة ثانية سيد حسين. وبالنسبة للقمة وشعار القمة الذي رفع شعار السلام، هل جاء هذا الشعار مناسبا لحجم ومستوى الألم والدمار والمعاناة والجرائم اللي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة؟ في البداية من عنوان القمة نرى أن هناك تناقض ما بين الحدث وما بين العنوان. الحدث هناك عدوان يشن على الشعب الفلسطيني. نعم. هناك جرائم ترتكب بحق المدنيين الأبرياء موصوفة في الجرائم، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد ترتقي إلى جرائم إبادة استنادا الى 200 جنيه الأربعة، استنادا الى اتفاقية لاهاي وقانون الحرب، واستنادا الى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما لعام 1998 والتي دخلت عجز التنفيذ في العام 2002. نرى ان هذه القمة تحمل شعار قمة السلام. عن اي سلام نحن نتحدث؟ وسلام الفرض والإملاءات، سلام التهجير والتطهير العرقي. الأنظمة العربية أو بعض الأنظمة العربية هي تتماهى مع مواقف الإدارة الأمريكية، ومن هذا الباب جاء هذا الشعار أو هذا العنوان قمة السلام. هذه القمة لابد من الإشارة إلى عدة ملاحظات. أولا أنها لم ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني ومستوى الحدث، مستوى العدوان الذي يشن على الشعب الفلسطيني. ثانيا أنها ما جاء في القمة يتعارض مع إرادة الشعوب العربية. الشعوب العربية بغالبيتها خرجت تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتعلن عن دعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة الغير الثابتة والغير قابلة للتصرف، بينما جاءت مواقف العديد من المشاركين في تلك القمة تتساوق وتتماهى مع مواقف الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. القضية الأخرى دعوة بعض الدول التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأوروبية والتي هي تعلن جهارا نهارا تأييدها لإسرائيل. هناك الكثير من التناقضات والكثير من القضايا التي لا ترتقي إلى مستوى الحدث. دعت إلى إدخال المساعدات الإنسانية. المطلوب من الدول العربية والحكومات العربية ليس مواقف إنسانية، هذه من اختصاص وكالات الغوث والهلال الأحمر والوكالات الإغاثة الدولية. المطلوب موقف سياسي عربي، إرادة سياسية عربية. طيب سيد حسين، أنت ذكرت إملاءات خارجية، هل يعني شعرتم بوجود خطاب أو آراء بايدن موجود كان في كلمات الزعماء العرب بهذه القمة؟ متأثرة إلى حد كبير بما طرحه الرئيس بايدن وبمواقف الإدارة الأمريكية، هي تتماهى مع تلك المواقف ولا تخرج مواقف الأنظمة العربية، لا تخرج عن الموقف الأمريكي، ولكن لا تستطيع أن تعلن ذلك بصراحة انطلاقا من معادلة العلاقة مع الشعوب العربية، الشارع العربي المنتفض والملتهب الداعم للحق الفلسطيني والذي يجب الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. لا تستطيع تلك الأنظمة العربية السلطوية المدعومة أمريكيا أن تعلن أنها ضد موقف الشارع العربي، ولكن هي من خلف الأبواب المغلقة تتماهى مع الموقف الأمريكي إلى حد كبير.
طيب خلينا أعود لك سيد رشيد. السلام سيد رشيد هو هدف سامي بالتأكيد، لكن يمكن أن يتحقق بهذا الخنوع؟ نعم، هو الإسلام هو السلام، وتحية الإسلام هي السلام، هذا لا يمكن أن نقول لا، لكن أي سلام مقابل عدوان غاشم، مقابل قتل الأبرياء، مقابل تجويع ومنع المواد الغذائية والطبية والدواء والماء وكل شيء ممنوع الدخول إلى قطاع غزة، هذا الذي أصبح عبارة عن سجن محاط بكل الممنوعات، ممنوع الدخول أي شيء، ممنوع الطاقة الكهربائية، قتل الأبرياء الذين لجؤوا إلى المستشفيات، الذين لجؤوا المستشفيات والمساجد والكنائس هدمت على رؤوسهم. أي سلام يفترض بهذه القمة العربية التي تكون موقفها على ضوء التحدي، على أقل تقدير أن تثبت القمة العربية بأنها بمستوى الذي يليق بهذه الشعوب. هنالك عدة أمور وهنالك عدة وسائل وضغط وقوة يمتلكها الشارع العربي ويمتلكها الحكومات العربية، ولكنها لم تفعل في الجوانب السياسية، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب العسكرية، في الجوانب الدبلوماسية، ما فعلت هذه. فيفترض الآن من القمة العربية على أقل تقدير أن تخرج بموقف موحد وتعطي محددات ثابتة لسيدة هذا الكيان اللقيط، لأن محددات ممكن يعني هاي المحددات ليش ما وضعت في الحسبان 4300 أو أكثر من 4300 شهيد فلسطيني، من ضمنهم أكثر من 1500 طفل وامرأة، منازل هدمت على ساكنيها، قصف مستشفى بعدد ضحايا كبير جدا وشهداء، إضافة إلى مخطط لتهجير قسري. نعم، نقول إن الجرم والقضية هي ليست بخروج ببيان خجول، بيان يدل على أن هنالك كثير من الدول المشاركة لا تريد أن تكون في مواجهة هذا الكيان وفي مواجهة سيدته. يفترض بهذه الدول العربية أن تخرج من هذا الحصار المفروض على سياسته، وخاصة هناك شعوب منتفضة، شعوب ثائرة، شعوب مؤيدة للقضية الفلسطينية. ما زالت هذه القوى وهذه الحكومات تمتلك شعب بهذه القوة وبهذا الطموح وبهذه الإرادة، يفترض أن يكون المواقف أن تكون بهذه المستوى، لكن للأسف الشديد باستثناء العراق وبعض الدول القليلة الأخرى كان موقفها جريء وشجاع، وخاصة العراق أثبت بهذه القمة بأنه بمستوى المسؤولية وبمستوى التحديات وبمستوى رغبات الشارع العراقي. وإذا علمنا بأن الشارع العراقي من شماله إلى جنوبه يغلي، والشباب جميعا يرغبون بالذهاب إلى المواجهة، وقوى مختلفة أعنت على النفير العام واستعدادها، وبدأت حقيقة في توحيد الساحات، وبدأت ببعض المشاغلات في بعض المناطق، لأن نحن نعلم جيدا أن المواجهة ليس فقط مع هذا الكيان الغاصب، المواجهة مع السيدة التي تأمر هذا الكيان. ولو أن تلك الدولة التي تسمي نفسها بالعظمى أوعزت إلى هذا الكيان على أقل تقدير أن تسمح له الجانب الإنساني، فهي ضربت القوانين والأعراف الدبلوماسية والسياسية والإنسانية عرض الحائط. جاء هذا العجوز الخرف إلى إسرائيل ليقول أنا جئت لأؤكد لكم أنني معكم، وجاء رئيس وزراء بريطانيا لنفس الشيء والدول الغربية. فماذا تنتظر الدول العربية من هؤلاء؟ هل تنتظر منهم أن يقدموا لها ما يلبي طموحات الشعوب؟ إن الشعوب العربية أو الشعب العربي هو ثائر ومنتفض، بحاجة إلى من يطفي أو على الأقل هذا الغليل وهذا الغضب العارم. وأنت أينما تذهب الآن في الشارع العراقي، في الشارع العربي بشكل عام، تجد أنه حديث الساعة، وتجد هنالك ثورة حقيقية لم يشهدها الوطن العربي من قبل، على ضوء الدمار والقتل والتهجير لهذا الشعب المظلوم. خليني أرجع أستاذ حسين بأمريكا. أستاذ حسين، عادة مو المفروض وقت الحرب والصراع يكون هناك خطاب موازي أو مكافئ لأسلوب العدو؟ يعني تكون هناك مباحثات للسلام بالتأكيد، لكن الخطاب يكون قوي ورادع على الأقل للعدو. لا شك أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة عابرة
للمؤسسات الأمريكية، عابرة للكونغرس الأمريكي، عابرة للأحزاب السياسية، وعابرة لمؤسسات الدولة العميقة، بمعنى أن هناك تأثير قوي جدا للوبي الصهيوني في السياسة الخارجية الأمريكية. على سبيل المثال، تم التصويت بالأمس في مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم مساعدات مالية لإسرائيل، صوت 97 سيناتور مع القرار، وهذا لم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخطاب المناهض أو المناقض. الآن الخطاب المناهض هو يدعو إلى إدخال المساعدات الغذائية وإدخال الماء والغذاء والدواء وعودة الاتصالات، ويدعو إلى تجنب المدنيين مما يحصل من عمليات عسكرية وعمليات حربية، تحييد المدنيين وفق اتفاقية جنيف عن أعمال العمليات العسكرية. ولكن الخطاب المناهض، الخطاب السياسي، لا يوجد هناك خطاب مناهض، ولم يرتقي إلى مستوى الخطاب المناهض حتى البيانات والكلمات والخطابات التي رأيناها هي تدعو إلى فتح ممرات إنسانية، إدخال مساعدات غذائية ودوائية، تحييد المدنيين، فقط الحديث عن هذه الأشياء. وهذا يعود إلى مستوى التأثير الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستوى الدعاية والمؤسسات الفاعلة والداعمة، إمبراطوريات المال والأعمال، الإمبراطوريات الإعلامية، مدى التماهي والدعم اللامحدود من قبل إدارة الرئيس بايدن ووزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، لإسرائيل في هذه المعركة، سواء كان غطاء سياسي في مجلس الأمن الدولي. رأينا الفيتو الأمريكي، الفرنسي، البريطاني، ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي صوتت بالفيتو ضد القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. وهذا يعبر عن مدى التماهي والدور الوظيفي لإسرائيل في الشرق الأوسط. هي تمثل المصالح الإمبريالية، وهي عبارة عن كيان كولونيالي استعماري غربي خلقته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هي من بنات بريطانيا إسرائيل وأخواتها، التي قامت كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل على أنقاض الشعوب الأصلية لهذه البلاد، وقامت هذه الدول، والتي هناك ارتباط عضوي بينها وبين البلد الأم، وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. من جانب آخر، أستاذ حسين، ما الذي يعنيه قيام الكيان الصهيوني بقصف فلسطين وقتل المدنيين في غزة تزامنا مع وقت انعقاد هذه القمة؟ ما هي الرسالة التي أراد الكيان الصهيوني إيصالها للزعماء العرب؟ هو يرسل رسالة سياسية حقيقية، أن إسرائيل لا ترى أي أهمية ولا تحسب أي حساب لهذه القمة العربية ولا للدول العربية وحكوماتها، لأن لديها ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاستمرار في العمليات العسكرية التي تقوم بها، واستمرار أعمالها حتى تحقيق النتائج التي تريدها، وهي أعلنت عن ذلك. القضية الأخرى أن المواقف العربية هي مواقف خجولة جدا، استثني بعض المواقف، الموقف العراقي، الموقف الجزائري، إلى حد ما الموقف القطري، يعني هناك بعض المواقف المتمردة أو المتقدمة إلى حد ما، ولكن يوجد إرادة سياسية حقيقية. يجب أن تتحول الإرادة السياسية إلى فعل سياسي. لا يوجد فعل سياسي، ما يوجد هو نوع من التضامن. نحن كفلسطينيين أو كعرب نقبل التضامن من الأرجنتين أو من فنزويلا على سبيل المثال، ولكن مطلوب من الحكومات العربية ومن الدول العربية والدول الإسلامية أن تكون صاحبة فعل سياسي، صاحبة إرادة سياسية، إلى جانب الحق الفلسطيني، إلى وقف العمليات العسكرية، عودة الأمور إلى ما كانت عليه. هناك أطفال تقتل، هناك كنائس ومساجد تهدم، هناك أبراج سكنية تم هدمها، هناك استمرار في هذه الحالات. أين هو الموقف العربي؟ الموقف العربي معدوم، هو موقف شكلي، هو موقف وهمي، موقف رقيق، لا يرتقي إلى مستوى الحدث. وهذا طبعا بتأثير الموقف الأمريكي والموقف الغربي، كون هذه غالبية هذه الدول العربية لا تمتلك حرية الإرادة السياسية واتخاذ القرار السياسي والموقف السياسي بكل أسف. طيب،
سيد رشيد، كلمة السوداني، كلمة العراق في هذه القمة، إلى أي درجة أظهرت فلسطينية العراق ومدى تمسكه وتمسك شعبه بالحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟ واضح من خطاب السيد رئيس الوزراء، كان واضحا وكان شجاعا وجريئا، ووضع كل النقاط أمام الحكام العرب وأمام العالم بشكل علني وواضح وصريح، بأن العراق سوف لن يبخل أو لن يكون متأخرا عن دعم القضية الفلسطينية، دعم المواجهة الآن سواء بكل الإمكانات المتاحة، رافضا التهجير، رافضا ضرب المدنيين، رافضا تصفية القضية الفلسطينية من خلال إيجاد جيوب آمنة للمدنيين كما يدعون، رافضا كل أنواع العنجهية والقتل والتشريد للشعب الفلسطيني. فكان السيد رئيس الوزراء واضحا وأيضا داعما إلى تأسيس أو القيام بدعم مادي ومالي للشعب الفلسطيني ولإعمار فلسطين ولإعمار غزة ولغيرها من المناطق التي تضررت جراء هذا العدوان. حقيقة الموقف العراقي كان فعلا موقف يلبي طموح الشعب، يلبي طموح الشعب العربي والإسلام بشكل عام والشعب العراقي بشكل خاص، باعتباره أنه حمل رسالة قوية أن هنالك شعب مظلوم مضطهد، وهناك شعوب ثائرة لا تقبل بأكثر مما وقع، وربما تفلت الأمور وتخرج عن السيطرة. وحذر رئيس الوزراء أيضا من خلال كلمته بأن ربما الأمور تتطور أكثر ولا يمكن السيطرة عليها إذا ما استمر هذا العدوان وهذا القتل وهذا عملية الاستهتار بالشعوب وبإرادة الشعوب وضرب القوانين الدولية. أعتقد أنه كان محذرا أيضا في نفس الوقت كل الدول الغربية وأمريكا بالذات باعتبارها دول داعمة لهذا الكيان اللقيط، بأنه أنتم إذا ما استمريتم في هذا الدعم فربما تكون هنالك تطور وتدحرج في الكرة إلى أمور لا يمكن أن يسيطر عليها. طيب أنت تقول بأن هذه الكلمة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي بهذه القمة كانت معبرة عن موقف الشعب، هل عبرت أيضا عن موقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف وموقفها من القضية الفلسطينية، وخصوصا وضع المرجعية قضية زوال الاحتلال شرطا للسلام؟ نعم، وهذا ما أهم شيء ما يميز الشعب العراقي في هذه الثورة الفلسطينية الكبرى وما قام به الشعب الفلسطيني، أن في الساحة العراقية هناك ثلاث جهات. الجهة الأولى متمثلة بالرفض الشعبي العام، وكان الشعب واضحا في قراره، واضحا في تعبير عن رأيه بشكل صريح ونقله بمختلف وسائل الإعلام من خلال تظاهرات المليونية ومن خلال الاستعداد والذهاب إلى القتال، وليس فقط بالإعلام. الشيء الآخر هو كما تفضلت، هو رئيس الوزراء كان ناقلا للموقف الحكومي الرسمي، وكانت كلمة واضحة وأيضا جريئة وشجاعة. أهم من ذلك أنه الموقف المرجعية الدينية كما تفضلت، المرجعية الدينية سبقت كل هذه الأحداث وسبقت كل هذه، وأعلنت موقفها واضح بأنه لا يمكن إحلال السلام إذا لم ما دام هذا المحتل موجود، ما دام هذا الشعب لا يأخذ حقوقه. فما يميز أنه هنالك تطابق في الجهات الرئيسية الثلاثة، وفي القمة هي تعرف أن الشعب العراقي يعتبر المرجعية الدينية هي القدوة وهي الأساس وهي صاحبة القرار الأخير. لاحظنا أن المرجعية الدينية عبر عدة مراحل من الزمن كان له موقفا حاسما في كثير من المواقف الصعبة اللي مر بها الشعب العراقي، وخاصة القضية الأخيرة ما مر به من وجود داعش. وأيضا الآن الموقف الشجاع الذي اتخذته المرجعية كان أيضا رسالة واضحة بأن هنالك، وهذا موقف حقيقة خلنا نكون واضحين، هذا ليس الموقف جديد على المرجعية الدينية. على مر التاريخ كانت المرجعية الدينية معيدة للقضية الفلسطينية وداعية إلى الجهاد وإلى القتال وإلى تخليص الشعب الفلسطيني من هذا المحتل الغاصب. وعلى مستوى المرجعية الدينية وحتى على مستوى المراجع الآخر وعلى المستوى أكبر وأضخم من ذلك مستوى الولاية، أيضا الولاية مؤيدة أيضا في هذا الاتجاه وداعمة بكل الإمكانات المتاحة إليها المادية والمعنوية والتسليحية والجهادية والخبراء، كلها موجودة. فإذا الموقف الديني
الموقف إذا تكلمنا باللغة الأخرى الطائفية أن الموقف الشيعي كان واضحا، وأيضا الأخوة في الموقف السني كان أيضا بدأ الآن بدأ يتطور تدريجيا ويؤيد ويدعم هذه القضية، وما لاحظناه من صلاة موحدة في منطقة اليرموك وفي المحافظات الأخرى هنالك تحرك أيضا بدأ مؤيدا وداعما للقضية الفلسطينية. فالشعب العراقي الآن بكل قواه الدينية والسياسية والشعبية هو مؤيد للقضية الفلسطينية، داعم للقضية الفلسطينية في الجانب المادي والمعنوي والتسليحي وكل ما يمتلكه الشعب العراقي يضعه في خدمة القضية الفلسطينية. طيب طيب خلينا نرجع أستاذ حسين، أبقى في كلمة العراق، هل وجدتم أن العراق فعلا وضع خارطة الطريق لحل الأزمة بتأكيد على تقرير ما ستكون عليه فلسطين وما يقرره شعب فلسطين بخصوص وجوده في هذه وأحقيته في هذه الأرض، ولا صلاحية لأي دولة في عقد مفاوضات سلام بديلا عنه؟ هذا الموقف من العراق لا يعقد بعض المساعي العربية لحل مرضي للكيان الصهيوني؟ لا شك أن الموقف العراقي كما تحدثت سالفا أنه كان متقدما وموقفا داعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومعبر عن إرادة الشعب العراقي والحكومة العراقية التي تتفق وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالوصول إلى هذه الشهادة تاريخيا. نعم. العراق لم يكن يوما في الأيام من الأيام ذو سياسة ضد مصالح الشعب الفلسطيني كبعض الأنظمة السلطوية العربية، بل على العكس من ذلك، منذ استقلال العراق وإنشاء دولته الحديثة هو داعم بشكل قوي لحقوق الشعب الفلسطيني ويقف صفا واحد، وهناك العديد من المناضلين في الجيش العراقي الذين استشهدوا على أرض فلسطين سواء في العام 48 أو 67 أو قبل ذلك. الموقف العراقي إلى حد ما هو متميز وداعم ومتميز عن كافة المواقف العربية. طيب ممكن نشوف سيد حسين مخرجات لهذه القمة تشق طريق حل سياسي لهذه الأزمة، خاصة مع بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة؟ أعتقد أن الحل السياسي ما زال بعيد المدى، والحل السياسي مفتاح الحل السياسي هو موجود هنا في واشنطن وليس في القاهرة ولا في الشرق الأوسط. من يحرك الأمور ويصنع القرار بناء على رغبة واشنطن وقرار واشنطن، لأن واشنطن هي الدولة الوحيدة القادرة التي تمتلك زمام الأمور والقادرة بالتأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد بنيامين نتنياهو وعلى هذه الحكومة الإسرائيلية التوقف عن العمليات العسكرية ضد غزة أو الاستمرار بها. وموضوع الاجتياح البري الذي تم التحديث عنه، ذكرت تقارير صحيفة نيويورك تايمز وكرومبلز جورنال أن هناك طلب أمريكي بالتريث وتأجيل الاجتياح البري بناء على طلب من الإدارة الأمريكية وبالتنسيق ما بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الإسرائيلية، بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي. طيب لكن أستاذ حسين، ماذا تريد واشنطن أو كيف يكون شكل الحل برؤية واشنطن وهي من أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لقتل الفلسطينيين؟ أصبحت واشنطن على قناعة أكثر أن الدخول مزيد من الدخول والاجتياح لقطاع غزة سيؤدي إلى الكثير من الضحايا والكثير من سفك الدماء، وهناك ثمن كبير سيتم دفعه. والقضية الأخرى أن الحل العسكري لن يتم من خلاله تحرير المخطوفين والرهائن والأسرى الموجودين في قطاع غزة، فهي تعطي مجال للمفاوضات وللحلول الدبلوماسية بداية لتحرير هؤلاء المخطوفين الموجودين في قطاع غزة، ومن باب آخر لا تريد أن تستمر الحرب لفترة طويلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من الملفات الشائكة في العالم، لديها الملف الأوكراني هو ملف شائك، لديها الملفات الداخلية. نحن الآن على أبواب أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهناك معركة في مجلس النواب الأمريكي حاليا بين الديمقراطيين والجمهوريين، لا يوجد رئيس لمجلس النواب الأمريكي. العملية التشريعية برمتها في الولايات المتحدة الأمريكية متوقفة لسبب عدم وجود رئيس نواب.
الموازنة الأمريكية بعد 3 أسابيع ستدخل في إغلاق تام بسبب عدم وجود موازنة وتمويل الوكالات الفيدرالية لعدم الاتفاق على رئيس جديد لمجلس النواب. هناك العديد من الملفات الداخلية والخارجية العالقة والحساسة للولايات المتحدة الأمريكية التي تليها الاهتمام الكبير والأكثر من الملف الفلسطيني الإسرائيلي، فهي ليست معنية باستمرار أمد العمليات العسكرية. وقضية أخرى أن المجتمع الإسرائيلي داخليا لا يستطيع الصمود لفترة طويلة، هو مجتمع متعود على الرفاهية ومجتمع متعود على الاستقرار السياسي والاقتصادي، فهو لا يستطيع أن يستمر لفترة طويلة من هذه العمليات العسكرية، لأن طيلة هذه الفترة تؤدي المزيد من الخسائر الاقتصادية والبشرية في المجتمع الإسرائيلي الذي هو غير قادر على تحمل تلك الخسائر. إضافة إلى ذلك، بدأت تحركات في الشارع الإسرائيلي، مظاهرات ضد العمليات العسكرية في قطاع غزة تدعو إلى وقف العمليات العسكرية وتدعو إلى استقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية. استطلاعات الرأي ترجح فوز بني جانس وهزيمة بنيامين نتنياهو في أي انتخابات في إسرائيل في الفترة القادمة. هناك العديد من التداخلات التي لا تدعم فرضية استمرار العمليات العسكرية. طيب، في هذه الحالة أستاذ حسين، ما قيمة هذا الكلام الإنشائي للزعامات والقيادات العربية في هذه القمة أمام إرادة واشنطن؟ لم أسمع السؤال. سألتك أستاذ حسين، أمام إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، ما قيمة الكلام الإنشائي للزعامات والقيادات العربية؟ يعني فيما يخص هذا الموضوع والقمة العربية، هي نوع من التمظهر أمام الشعوب العربية أن هناك قمة للدول العربية والحكومات العربية والرؤساء العرب من أجل القضية الفلسطينية، ولكن هي في الحقيقة لن تقدم أي شيء. القرار هو هنا في واشنطن، وواشنطن هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة. طيب، هناك أيضا أطراف داخلة في هذا الصراع ولو بشكل غير مباشر، أطراف مقاومة في حزب الله في لبنان، أطراف مقاومة في العراق وفي سوريا والجمهورية الإسلامية كذلك. دور الأطراف الأخرى أعتقد أنه سيكون محدودا، ووفق الاستراتيجية الموجودة الرد مقابل الرد بشكل محدود. منذ بداية العمليات العسكرية كان هناك تدخل للجبهة الشمالية من جانب حزب الله، ولكن بقي في إطار محدود الرد والرد المضاد، ولن يتجاوز أبعد من ذلك. أعود لك أستاذ رشيد بسؤال أخير بما يخص العراق من الجانب العقائدي والسياسي في ذات الوقت وبما يخص التطبيع. يقولون أن العراق صح متأخر، يمكن آخر دولة، لكن التطبيع قادم مع العراق. طيب، هل أبعدت كلمة العراق هذه التي يلقاها السوداني في هذه القمة، هل أبعدت جدل وحديث دائما ما يتكرر بأنه ذاهب نحو مسار التطبيع؟ وبالنسبة للشعب العراقي وموقف الشعب العراقي واضح، ليس وليد الآن، وإنما الموقف على طول المواجهة مع هذا الكيان تثبت بأن الشعب العراقي هو متبني القضية الفلسطينية منذ البداية. وهنالك أيضا لا شك أنه الكثير من الروايات التاريخية التي تثبت ويؤمن بها ويعتقد بها العراقيون بأن العراقيين سوف يكون لهم دورا رئيسيا في تحرير القدس. أما موضوع التطبيع، فكان العراق رافضا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي والمستوى أيضا المرجعي، فلا يوجد أحد في العراق يتبنى فكرة أو يؤيد فكرة التطبيع مع هذا الكيان. بل العكس من ذلك، الشعب العراقي بمختلف قواه السياسية والعقائدية والفصائل المسلحة تتبنى المقاومة الفعلية مع هذا الكيان. والشعب العراقي الآن هو من ضمن ساحة المواجهة ومن ضمن وحدة الساحات التي فرضت على هذا العدو، وإذا ما تطورت الأمور أعتقد سوف يكون العراق في المواجهة بشكل مباشر. نعم، هذا الحدث أثبت من هو المطبع ومن هو الذي يقف مع الشعب الفلسطيني ومن هو أصحاب الشعارات فقط ومن هو الذي يقوم فعلا بالمواجهة الفعلية لمواجهة هذا العدو.
الشعب العراقي بكل قواه رافض لهذا الكيان الغاصب. هذا الكيان يعتبر بالنسبة للشعب العراقي هو فعلا سرطان في جسم الأمة الإسلامية والعربية ويجب إزالته. نعم هم يطرحون حلول، يطرحون الدول العربية تطرح بعض الحلول، وخاصة بعض الأنظمة العربية تطرح بعض الحلول، وحضور في هذا الاجتماع للقمة العربية الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني، وإنما خوفا على الأنظمة، وخاصة عرفنا أن بعض الأنظمة واجهت شعوبها بشكل مباشر. هذه الأنظمة التي هي ذات علاقة جيدة مع الكيان الصهيوني ومع أمريكا بدأت تهتز من قبل الشعوب، والشعوب أصبحت ثائرة وترفض هذا النوع منه، فهي لم تلجأ إلى هذه القمة لدعم القضية الفلسطينية. لو كانت هي ذاهبة لدعم القضية الفلسطينية فعلا طيب لقامت بفعل أو بإنجاز فعلا على مستوى هذه القمة يليق بهذه التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني. واضح سيد رشيد، شكرا جزيلا لكم السيد رشيد الموسوي، كنت ضيفنا كريما علينا، وكذلك الشكر الجزيل للخبير بالعلاقات الدولية السيد حسين الديكان معنا مباشرة عبر سكايب من أمريكا، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.